نظرا للظروف ما عنديش وقت باش نحاول كاع نسرد الامور.
بالتالي عندما نتحدث مثلا عن هذه الامور فيجب استيعاب هذه الجوانب المتعلقه بالاخلاق حتى لا ننساها في الطروحات الخارجيه فيما يخص تدبير الكفايات والقيم. ساعالج مباشره لان انا مجموعه من المسائل وهناك مشروع كان في كتاب مشترك من اجل نموذج لبغيه الاسلام من اجل نموذج كفائي للكتب المدرسيه ومشروعات مجلس العلوم الطربيه لهذا السكون. كان في مساهمه كتبين حتى المشروع المقاصد التربوي في معالجه هذا الاصلاح ديال المعرفه كذلك في حتى لو اوتي في الجوانب لان المظاهر المشروع دقيق ساحاول ان اتحدث عن ما يمكن ان تقدمه ماده التربيه الاسلاميه في هذا الخصوص. نعم بطبيعه الحال عند من خلال الجديد تم تحديد كل من الكفايات والقيم في علاقه هذه الماده الجديد منهاج الصحه 2016 مقارنه وقيمها في المنهاج القديم. بمعنى هناك وجود للجانب الذي تحدثت عليه اللي هو اتقان جانب الحكمه. ثم جعل القران الكريم جديد في المنهاج وجعل القران الكريم هو الناظم وهذه هذا رهان بين الاخرى بالكفايات وهو رهان التناقض لا تنقص البروجيكتين. وكذلك جعل المدخل الخامس وهو مهم جدا مدخل الحكمه. اتفق مع هذا الطرح الجديد المتعلق بهذا الجانب لانه يقوم مقام المناسبه الملائمه والبيرتيرونس الى اخره هي موجوده ومهمشه داخل الوطن الذي كما قلت الذي يعني اثار الغبار حاول الان يدافع عنها في الجمهوريه في قضيه المقبوليه الاجتماعيه وكذلك الجمهوريه بالكتاب في قضيه العلاقه الجديده بالمعرفه. شو اسم صفحه اذا كان اقترح على بالنسبه لي اهتمامات العلوم التربيه يعني ماذا يمكن ان يقدم هذا الجديد صراحه عندنا كفايات غادي نوجدوا في المنهج كاين عندنا كفايات مهنيه وظائفه كل سلك جيل الوزاره الى اخره ثم الكولابات ثم وهنا اجتهاد ان التمكن لاحظ معي تعريف ما موجودش في المنهج وانما هو تعديل من فيه اجتهاد فيه الى اخره التمكن من توظيف القدرات والمهارات لحل اي مشكله تستدعي منه بحكمه ولكن كلمه حكمه لو كان الوقت غادي نوضحها جدا منه بحكمة استدماج معارف ومضامين قيمية، أنا أستعمل مضامين قيمية وليس قيم لأن باش نخرج من ذاك المأزق ديال كيف صرنا بين المعارف التي اعتبرت أن القيم كموارد يجب أن تلزم وليديا شأنها يكون شأن المعارف وهي مرتبطة بالمداخل الخمس، ممكن زيد هذا السبسط؟ زيد هذا السبسط. كذلك هنا هو كاين واحد الإغفال، إغفال تغفله من الجانب ليس عيبا فيه هو لم يشير الى كفايه الجزئيه الاربعه المرتبطه النهائيه في الاسس سواء في المستويات كلها وهذا المطروح لنا احنا كباحثين باش نضيف الاضافه ديالنا سواء كما قلت جميع المسجلين الاخرى ولا الى اخره فيما يتعلق بالكفايه النهائيه فالمنهاج وضع او طرح كفايه نهائيه ولكنه لم يطرح كفايه جزئيه مثلا كل مدخل يجب ان تكون له كفايه جزئيه تتعلق بالمدخل الاول ثم يعني السلسله من المواضيع الاولى في المداخل الخمس ثم السلسله الثانيه ثم الاسس الى اخره. زيد السلسله في ممكن وهذا اقتراح يعني اقتراح غادي يكون على حتى المستوى تدبير ماده التربيه الاسلاميه على مستوى الاسلاك الثلاثه لا الابتدائي ولا الاعدادي ولا الثانوي. اذا ممكن ان ننهج هذه الطريقه وهذه الكفايه كتب لكم بانها كفايه وهذا نعتبره السبق ان شاء الله تعالى في تطوير ماده التربيه الاسلاميه لان كاين اشكال في تتبعنا مثلا في اهتمامات العلوم التربيه لا نجد مثلا كفايه نهائيه تكون كل الاسباب خاصه المواد الاجتماعيه في الاعداد ولا في الظروفيه في الثانوي التقليدي ولا في السبب الثانوي التقليدي فهذا عندنا هنا في ربما هذه مني هذه شكرا.